بداية أخبارنا المحلية من عند النادي الأهلي، واللي تراجع مسؤولية عن فكرة التفاوض مع أسامة جلال مدافع بيراميدز لتدعيم دفاع الأهلي في الانتقالات الشتوية. مسؤول الأهلي تراجعوا عن ضم اللاعب بعدما تأكدوا من صعوبة إتمام الصفقة قريبا بسبب ارتباط اللاعب بعقد مع نادي ينتهي بعد 3 مواسم. حاجة الفريق السماوي لهذا اللاعب واضحة وصريحة، وده كان واضح جدا حتى في العرض المالي الكبير المتوقع من بيراميدز في حال تقدم الاهلي بعرض رسمي لشراء هذا اللاعب. الاهلي ما فيش شك ان هو بيسعى لتدعيم خط دفاعه بسبب كثره الاصابات التي تعرض لها لاعبي منطقه الدفاع، ابرزهم طبعا رامي ربيعه ومحمود متولي وياسر ابراهيم. ما فيش شك ان السويسري مارسيل كولر بيرغب في تدعيم دفاع الفريق خلال وقت قصير، سواء في يناير المقبل او مع نهايه الموسم الجاري على اقصى تقدير. بيعتبر اسامه جلال واحد من اللاعبين الذين تم ترشيحهم من انضمام الاهلي قبل فترات. تاكد الاهلي من صعوبه اتمام هذه الصفقه وقرروا البحث عن بديل.